أن تكون هنالك انتقادات أو احتجاجات أو هذا، لأن المغرب بلد عنده قواعد كتنظم وكتأطر الحريات، ولهذا لا يمكن إلا التفاعل إيجابا مع أي انتقادات تطرح. ولهذا التوقيت المدرسي بالنسبة إلينا المشكل سيكون مطروح لو لم تقع مراجعة التوقيت المدرسي. اليوم التوقيت المدرسي سيراجع وأعلن عن ذلك، وكان حوار مع الهيئات وتم الإعلان عن نتائجه. وشنو هو الجوهر ديال المراجعة ديال التوقيت المدرسي؟ هو أن الساعة التي تمت إضافتها للساعة القانونية يعني غرينيتش زائد واحد بالنسبة للتوقيت المدرسي لن يكون عمليا معنيا بها، لأن عوض ما غادي يدخلوا فواحد في الثامنة غيدخلوا في التاسعة. إذن سنحافظ بالتالي على أو سنأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي ما يهم الوضعية ديال التلاميذ، وهذا واحد المجال حيوي، لأن راه حوالي 7 مليون ديال التلاميذ اللي كيدرسوا، تقريبا أكثر من الربع ديال الساكنة. وبالتالي حنا مشينا في الاتجاه ديال اعتماد توقيت مدرسي جديد اللي يبدا التطبيق ديالو يوم الاثنين، واللي خدا بعين الاعتبارات هاد الإشكالية اللي مرتبطة بكون أن زيادة ديال ساعة غادي تسبب مشكل للتلاميذ، مسألة الاستيقاظ المبكر، عدم الكفاية ديالهم من النوم، هذه إشكاليات معقولة، وهذا كيفرض أننا خصنا نراجعوا التوقيت المدرسي، وهو ما تم وكانت حوارات، والعملية ديال التنزيل ديالو غادي تبدا يوم الاثنين، بمعنى عمليا بحال دايرين التوقيت الشتوي بالنسبة للتعليم. عوض ما كانوا هاد سعود الحالية هي 8 ديال التوقيت الشتوي، وبالتالي بالنسبة إلينا التوقيت المدرسي تمت مراجعته لمصلحة التلاميذ، وهذه المراجعة بدأت فعلا تبدأ من الناحية القانونية يوم الاثنين المقبل. وهنا ليس فقط البعد الاجتماعي بل أيضا حتى البعد المرتبط بالصحة، أن التلميذ يأخذ الكفاية ديالو من النوم، ولهذا عمليا ماذا فعلنا؟ أنه زيادة ديال ساعة بالنسبة للتعليم لن يكون لها أثر، لأننا رجعنا التوقيت المدرسي، وهذا الأمر مسألة أيام يعني حتى يطبق، اللي هو يوم الاثنين المقبل. نفس الأمر بالنسبة للإدارة، المرسوم الذي يعني سينشر غدا كما أعلن عن ذلك السيد رئيس الحكومة سيتيح مرونة، كما قلت في الأسبوع الماضي أنه الرؤساء ديال المصالح الإدارية أنهم كي يتخذوا قرارات لفائدة الموظفين والموظفات اللي عندهم أبناء أو متكفلين بتلاميذ، باش أنهم يدخلوا من بعد ما يوصلوا وليداتهم للمدرسة، وهذا واحد الإجراء اللي اعتمدناه. ثالثا بالنسبة للقطاع الخاص، الحكومة ستواصل الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين باش لقوا حلول لهذا الأمر. مسألة تفاعل مع انتقادات أو اعتراضات أو احتجاجات، السيد رئيس الحكومة أعلن اليوم بوضوح أن هنالك آلية للتقييم والتتبع تقوم على الإنصات والاستماع للمواطنين، وأنه بالنسبة إلينا نتائج ديال هذه العملية ديال التقييم بالضرورة تصدر عليها قرارات. فليس فقط المراجعة ديال التوقيت المدرسي أو المراجعة ديال التوقيت المراجعات المرسوم اللي كينظم توقيت الإداري، بل أيضا إرساء هذه الآلية المؤسساتية على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية حتى نستطيع الإنصات والانتقادات والاحتجاجات اللي كتكون نستمع لها ونتفاعل معها بمنظور يعني يقوم على الموضوعية. لأنه مثلا في الإشكالية ديال التعليم، يعني عندما طرحت القضية ديال الصحة ديال التلاميذ، النوم ديالهم الكافي والاستيقاظ ديالهم في الوقت اللي في هذه الفترة اللي خصو يكون ملائم، جرى التفاعل إيجابا وكانت الإجراء مواكب، وذلك الإجراء عندما طرحت الإشكالية ديال أنه ساعة غير كافية في منتصف اليوم، أنه من الوحدة للجوج غير كافي،
وقعت عملية ديال الإنصات واعتمدنا توقيت مدرسي ثاني هو اللي غادي يبدا نهار 2 اللي كيعطي هاد كنبدا. ويمكن لكم ترجعوا البلاغ ديال وزارة التربية الوطنية ديال المبدأ ديال الساعتين. فكاين الإنصات، ما يمكنش لينا حنا نكونوا فواحد الشيء اللي ضد المصلحة ديال الشعب المغربي.